دائما في اطار العمل التطوعي. اليوم راني وليت للمكان اللي بدينا فيه ولا باس، عندي بعض النصائح نذكرها. حضرنا على ديجا على الساشي، قلنا لازم البلاستيك هذا تتنحى باكمله. واليوم عندي اضافه بالنسبه للتربه، هنا كاين البياضه ومن الاحسن باش نزيدوا شويه تاع التراب، نجيبوه كيما هذا تراب شويه كحل خصب اذا كان حذانا، ونضيفوا واحد زوج ولا ثلاث بالات في الحفره باش نسهلوا لا ريبريز تاع الشجره وتتاقلم بسهوله مع تغيير التربه. وما ننساوش كذلك باللي رانا خارج موسم الغرس، ولهذا لازم اي شجره نغرسوها نسقوها، خاطرش السقي يخرج كامل الهواء ويخلي الجذور تاع الشجره في انسجام مع التربه. ان شاء الله العمل تاعنا ينجح ويتحول هذا المكان الى مساحه خضراء كما صرا في اماكن اخرى، ومن بينها هذا المكان اللي جاي في الدخله تاع الفيلاج واللي كان في السابق عرضة للنفايات، وبفضل المجهود تاع الرجال أصبح اليوم مساحة خضراء. حسب رأيي الحل الواحد باش نقضوا على ظاهرة النفايات هو غرس الأشجار، والعمل هذا غادي يسمح لنا باش نقضوا على ظاهرة النفايات ونربحوا مساحات خضراء. وإن شاء الله العملية تتعمم على كامل الأماكن تاع البلدية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.